بالنسبة للسياسة الخارجية تاعنا، بالنسبة لسياسة الدفاع، نزيد نقوي الجيش تاعنا. وسبق لي أنا قلتها، اليوم الجزائر لا راه عندها الحرمة من المحيط، لأن جيشها قوي. ونزيد نقوي الجيش بالكفاية بالقدر اللي يلزم حتى يبقى مهاب ولا واحد يقرب. كذلك نزيد نقوي كل وسائل لحماية الوطن. بالنسبة للسياسة الخارجية، اليوم رانا نحاولوا نركحوا المنطقة كلها باش ما تدخلش في فوضى، ومتحملين الشيء اللي نتحملوه، ولكن المهم الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، منظمة الإفريقية كلها تعترف أن الجزائر هي الاستابيليزاتور تاع المنطقة هذه. بدون ما نتخلى على الشعوب المقهورة والمضطهدة، المجازر اللي راها قائمة بها الصهاينة في غزة لازم تتوقف. ما يكذبوش علينا، ماهوش صراع حضاري، مجازر يعني يحلوا المشكل الفلسطيني بإبادة الفلسطينيين، كما يقولوا لا بي دي سيمتير. ما نخلوهمش يوصلوا ليها، رانا هنا. مثل ما يقول الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. ما نتخلاوش على فلسطين بصفة عامة وعلى غزة بصفة خاصة. ونقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلونا الحدود بين مصر وغزة عنا ما ندير. وراني تواعدت، والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلونا الحدود ويسمحوا الحافلات نتاعنا الشاحنة. إذن مشاهدينا، أهلا بكم معنا من جديد في متابعات هذه الحصة، نتابع فيها ما جاء في كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تحية كبيرة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي ودوي الحقوق. الأخ بوشو راه نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، راه وجه لها رسالة إلى متقاعدي الجيش الوطني الشعبي ودوي الحقوق. مفادها نبل الاختلافات الصراعات. وقال لهم تسالوني فيديو الى وزارة الدفاع الوطني والرئاسة والشؤون الاجتماعية. حنا ما نسالوكش، انت نسالو الدولة، انت راك الا وسيط من اجل ارسال رسالة او تمثيل فئة، لكن للاسف الشديد ما كنتوش في المستوى المطلوب. طبعا الفيديو
درتها باسمك الخاصة باسكو علاه ما تقاش تكلم باسم المنظمة راك مأمور تنجمش. على كل حال المخول الوحيد اللي يتكلم تاني اصل اللي يتكلم ولا يخاطب هذه الفئة تاع المتقاعدين هو السيد بوترعة. هذا السيد بوترعة الى يومنا هذا رئيس المنظمة ما عطاش لاباج الصفحة تاع المنظمة عليه. على بالكم على باسكو تو كور ماشي حاط فيه الكونفونس ماشي دار فيه الثقة فهمت ماش حاط فيه الثقة لان سي بوترعة ينشرها الا على ولاية خنشلة الاشجار ايفينمون تلاقوا مع والي 1 نوفمبر اي 5 جوي بينما الاعلام ماشي هذه المهمة تاعو الاعلام والاتصال. انا الشيء اللي نفهمه مكلفين بمهمه انتوما فهمت الصراع هذا صراع صراع ونبذ الاختلاف شكون اللي زرعوا زرعوا سي غضبان. انا نعطيكم اكزومبل فيفون مثال حي هذا انا في ورن حطمنا واحد انا حكيت عليه لا فوا بوسي حطنا واحد فرض علينا واحد وهذا الواحد ما عندناش المعلومات عليه اسكو مفوت 15 ولا لا باسكو هذا استان نون بيتي هذا استان كابيتان اون بيتي بالك كان يوطنو كي ولا اون بيتي عطاو كابيتان. لان احنا اثناء الجمعيه العامه قلنا رئيس المكتب الولائي البلدي المهم قيادي تكون عنده 15 سنه خدمه فعليه وما حبش يعطينا القانون الاساسي والنظام الداخلي فهمت. هذه واحدة زرع الفتنة في جميع الولايات حتى مستغالي مرة فيها بروبليم قالوا كوموندون عادوا جابوا واحد اخر باش بان يتكلم في هذا القضية لانه علاه سي ان بروبليم دو جيستيون واحدة دو لا نيغليجونس. وهذه تاع تسالوني راشد الزين تسالوني فيديو عبالك انا تشرني دير فيديوهات انا والمتقاعدين تاع الجيش عبالك كون كوليهم لزقوهم كون كوليهم تفرجهم الدروك حتى 2025 وما يكملوش كتبنا وجهنا رسالات الى القياده العليا للوطن لكن للاسف الشديد لا حياه لمن تنادي. يعني احنا فئه مهمشه ومحتقره صحيح فهمناها هذه واش الدرس اللي بيت مده لينا نتاع واش لا موتيفاسيون وبيا لو كونساي اش بدي لنا شي زعما اش بدي تقولنا الانتخاب حنا على بالنا وعاء انتخابي كبير المتقاعدين لكن المتقاعد هذا راه حر على من ينتخب غادي يشوف الشخص ويشوف البرنامج تاعو والله يعاونا بيت وعينا على التهديدات اللي في الحدود انا متبعين كل شيء حنا المتقاعدين رانا اجور واش صرا في تين زواطين وكيفاه صرات وكيفاه طلعوا فاغنر على بالنا كاع صوالح حتى حفتر هذاك حفتر اللي هضرت عليه انت حفتر هذاك حفتر هذاك حفتر زيرو حفتر هذاك هذاك حفتر 83 84 حكمه جندي تاع تشاد متشاد كان مكلف باش يحمي الجهه الشرقيه خسر الباطايون تاعه حكمه جندي متشاد عليها تم فيها السيد المرحوم الزعيم القذافي وراح الامريكان الى ايتي بريباري في لاسيا وجابوه هنا وفي الحرب هذيك كما شي لي ازاواديان الحرب تاع تشاد هذيك كما جابوش الازاواد طوريط الازاواد سلكوهم كلهم قعدوا عليها تما لقاو مكانه في ليبيا وما نحكيليش كي طلعوهم من لبنان وكاع باسكو هذا صوالح خاطينا كنت فهمت على بالنا كاع بالتهديدات الامنيه على بالنا بكل شيء ورانا اجور والوطن هذا الوطن حنا نعرفوا باللي عارفين باللي غادي بعد شهر تقدر حاجه حنا اللي غادي نكونوا اون تيت والسياسيين هما اللي غادي يحكموا الطريق ايتو بصح الغالب هي جايه كيما هكا الوطن دافعوا عليه بلا مزيه تاعنا وبلا مزيه حتى تاع واحد كاع فهمت. حنايا على كل حال
هذا الفيديو اللي درته هذا غير باش تفهم باللي يعني الموضوع تاعك خاوي وما غادي تقدم والو للمتقاعدين تاع الجيش الوطني الشعبي، لانه من نهار اللي جا السيد غضبان كريانا فئات عبالك الجرحى المعطوبين طيريري جو سي با كون يسيب لي فام دو ميناج يدخلهم معنا على جال تاع 100,000 هذيك على بالك علاه بور ديمونتولي ان جروب عبالك مجموعه تكون قويه سوليد كيفاه ديمونتوليها تفككها كيفاه راك تكري مجموعه صغيره وكل مجموعه تحط عليها قائد ودير نميمه في بعضهم بعض. حنا المتقاعدين الفعليين 15 سنه ما دينا والو، لي جا دخل حنا اون ايتي ايكارتي ولاو طلعوا الرئاسه الفوق داو صوالح باسمنا حنا، حنا ما دينا والو خرجنا نتيريو لا بروف لانفاليد لانفاليد. واحد قال لي اكزافا كي ما ديش لانفاليد انا وكم ما ديش لابد غادي نموت انا. الحمد لله اخويا الحمد لله على كل حال، لكن لانفاليد هذيك تاع محاربي العشريه السوداء سيتي بريفي 92 2011 قاعد يدوها هادو اللي خدموا، لكن انا وهران جابوا واحد كان في قسنطينه اللي نقول له حسبنا الله ونعم الوكيل هو راه في التريبينا ميليتار ربي يزيدك. جانا الوهران لعبها طوني مونطانا تا كي دار لهم انا باسكو كانت فيه قضيه، القضيه دي غادي نخليها بين قوسين. عطانا كاع زيرو، انا عندي برومو تاعي عندهم دوسي ميليتار داو زيرو فهمت. انا مقندلو دروك واش ربح درام تاعك على الرابلي الرباني جاب اوردونونس فوتوه داو داو نورمال ما يقول لك لا شان سياسي قبل كان ما تشكل عليا كي سياسي هذه. والقانون هذا اللي خرج جديد هذا اول هدر عليه السيد حماني هدر الى شوف هدر عليه في التلفزيون ديريكتومون قال لهم لي عنده عطب اثناء التدريب ولا في اكروشا ولا منه يدي العطب وبالعطب تدو بصح شوالا. انا تكلموا معايا الناس بلاصي كورونا وكل شيء ناس بلاصي كنت ناقشوا في هذا الصوالح قال لك المنظمه ما ضربتش عليكم الطابله، منظمة مكلفة بمهمة بلع كيما في المنظمة تاني كاين واحد مكلف بمهمة الخدمة تاعي عس الناس يعني مكلف بمهمة باش ما نقولوش بلي هذاك فيه كلمة عيان كي نقولك مكلف بمهمة تفهم شا كاين. ومن 2017 حنا رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية في العهدة الأولى وعدنا وراه كاينة هضرة انا الهضره هذه اني باسيور واحد قال له 22 دادي بالك غادي يعطوكم فهمت كاينه هضره قال لك باللي اثناء الحمله الانتخابيه تاع الموندا الاولى قال لك غادي الملف راه عندي ندري لكم ما كان والو. و خلاص القول اش يقول لك كاين واحد المثل اللي عجبني يقول لك خذ الحذر من عدوك مره ومن صديقك ألف مره ان الطعنات القاتله تاتي من المسافات القريبه يوني جامي تخاي كو باليسيان عباك حنا شكون اللي رقدك اي صاحبك والله واش نديرو هذا هو القماشه حنا ضربنا والناس ضربوا كيما كان وكان اللي يجبدوا كل يستفادوا الدوله انفاليد السكنه جبدوا باسكو الناس انتهازيين هادوك دي جو ماترياليست كاين الناس مساكين كما السي حيمر وكذا كان يدافع بالقانون كذا جبد باسكو سبوه وعايروه والله شتاه مرض مسكين جبدوا هادو المناضلين الشرفاء بقاو عندنا غير ديشي فهمت بسكنه كما طورنا انا بالك بلي ما غاديش هادوك مسكانين غادي يعطيكم بنغالو هنايا تدوا لي بنغالو باسكو اللي مع المنظمة هدرو شكون اللي راه معاهم اللي خاصها السلفية اللي خاصها السكن فهمت ولا انفاليد والوعاء اللي كنت تخمو فيه نتوما ما غادي يجيكم حتى واحد لأنه علاه ما عندكمش المصداقية وما عندكمش لا كريديبيليتي فهمت. وأخيرا واش نقول لكم تحية زير المجد الخلود لشهداء الأضرار. السلام عليكم.